هل تحبي سباق الكارتينج يا دينا؟ نعم. وهل تريدين المشاركة في هذا السباق؟ نعم. هذا هو الكابتن حمزة. مرحبا بك كابتن حمزة. أهلا كابتن سامر. شكرا لك على استقبالك لنا هنا، وأقدم لك دينا. ودينا تريد أن تتعرف أكثر على سباق الكارتينج. هاي دينا. هاي. كيفك؟ الحمد لله. كابتن حمزة، في البداية وقبل السباق أو قبل انطلاق السباق تقومون بعملية فحص للسيارات، كيف تتم هذه العملية؟ أول شيء في المسؤول الفني عن السيارات إميل عزار، هو بيفحص السيارات كلها، بيفحص الموتورات، بيفحص الشاسيز، بعدين بعد هيك ننتقل للتراك اللي هو فيه شغل أكتر بالنسبة إلي، منجرب السيارات، منجرب أكتر من ستاب على المضمار. منجرب أكتر من العجال، بعدين منشوف شو بكون عم بيعطينا تايم أحسن، بيرفورمانس أحسن، نعتمد هذا الستاب. جيد، وهل يمكن أن نتعرف على أعضاء فريق المكاسب؟ عمر تاج عثمان حياة فرح وفرح. أهلا بكم جميعا. وعثمان، هل أنت مستعد للسباق؟ نعم مستعد، لأنه فحصت السيارة أكثر من مرة وقت التدريب، وكثير حاسس حالي مرتاح للسباق وجاهز كثير. الحمد لله. وهل أنت مستعد؟ نعم، لأن جربت سيارتي وكانت منيحة، فدخلت على هذا السباق عشان أشوف أي مركز أخذ. إن شاء الله تحصل على مركز متقدم. مستعدون؟ نعم. جيد، سوف ننطلق، ولكن بعد أن نشاهد هذا التقرير. مرحبا، أنا حمزة ديراني، مولود هون بعمان، هلا عمري 24 سنة، بسوق بالكارتينج وبعمل راليات كمان، وكمان عملت شوية فورمولا ريسينج. أول ما بلشت لما كنت صغير، أكيد كنت لسه بالمدرسة، كنت لسه 16 سنة، كان لازم كتير ضروري إنه رتب بين السواقة، بين التدريب، بين المدرسة، وأكيد كمان بين أهلي. بالنسبة لي كتير ضروري الواحد حتى لو كان صغير في إشي بيحبه لازم يعمله ويركز عليه ويعطيه كتير من وقته، بس كمان بنفس الوقت لازم يركز على المدرسة تبعه، مشان لازم من المدرسة تبعه إذا تعلم فيها منيح وركز حاله ورتب وقته مزبوط، بس بيقدر يكون منيح بالمدرسة ويكون منيح بالرياضة تبعه، منها بصير بيقدر يكون عنده بيس قوي ليقدر يفوت على الجامعة الإشي اللي بده إياه، ساعتها بيقدر كمان يدرس الإشي اللي بيحبه. إن شاء الله هلأ بعد ما كسبت إكسبيرينس كتير كبير من الكارتينج لقدام، فكر بدي أول شيء أهم شيء خلص هاي السنة وإن شاء الله أقدر أربح البطولة. للسنين الجاية إن شاء الله مركز إني أكمل ببطولة الأردن للرالي، بعدين بطولة الميدل إيست، وبركي شيء واحدة من السنين لقدام إن شاء الله بقدر أربح بطولة العالم. والآن لم يبقى أمام حمزة الكثير حتى يفوز، فحتى تكون لحمزة فرصته يجب ألا تتعطل سيارته، لذلك لابد من توفر مهندس صيانة ماهر. والآن هيا بنا نلحق بسامر الذي ذهب ليلتقي بمهندس الصيانة التابع لفريق مكاسب. بصراحة انظري، المهندس هنا مشغول ولا أجرؤ على مضايقته. ما رأيك، هل نجرب من جديد؟ حسنا. جربي ولكن بلطف لأنه مشغول. حسنا. هل السيارة جاهزتني الآن؟ أعتقد أنه مشغول، ولكن ما رأيك أن نشاهد التقرير التالي لأنه سوف يعرفنا على مهندس الميكانيك في رياضة الكارتينج. شاهدوا معي. أول شيء شان مرحبا، 1-2 انطلق، معكم إميل عزار من فريق مكاسب ميكانيكي انجينير، وبدي أعرفكم على مصلحتي، الحقوني. هلا بدي أخبركم عن هاي السيارة كيف بتمشي. هون هيدا الفريم تبعها، هون بنزين تبعها، فيك تدعس قد ما بدك بنزين لتعلي سرعتك. هون دوليبة، بيجي الموتور على يمين الشوفير، إذا حميت السيارة فيك تبردها بهالطريقة، وهول تومبونات البلاستيكات كتير هيفي ديوتي وأبضيات بيحموا السيارة وبيحموا الدرايفر تبعها. ستيرينج هاي ما فيك تلف فيها هيك، هاي أنتو عم بتسوقها أدخن كوع بتقدر تلف فيه هيك، هذا أكتر شي بتقدر تلف يمين أو شمال.
وهي السيارة كتير منيحة، وزنها 78 كيلو، هي والدرايفر لازم تكون 150 كيلو. هيدا ار بي ام وحرارة وفي توب سبيد سرعة، بيعطيك اذا حمل موتور تقدر تعير بالكارباتور لما يصير يشتغل هيدا مع هيدا حسب ما هو صاير معك مشكلة، هاي اللي بتقدر تعرف لتشغل هاي. هلا من بعد ما تعمل كل المعلومات وتبقى عم بتسوق على التراك، تقدر بالكابل انترنت كابل اليو اس بي بتشيل منه كل المعلومات الداتا وبتحطهم على الكمبيوتر. صار عندنا بروجرام لإلها بتشتغل حسب الطقس، قد ايه في ضغط، فيك تعير دواليب، في عندنا بروجرام اذا عم تسحط السياره من قدام فينا كمان نرجلش فيها، واذا عم تسحط من ورا ريل ويل كمان فينا نرجلش فيها. هلا نحن بنرجلش بدون بروجرام، بس هلا صار في تطور بالكارتينج، صار عم تقرب للفورمولا 1 بالسيستم التكنولوجي، يعني صار فيها تكنولوجيا عاليه وبعضها مكفيه. الكارتينج كلها دقيقة، ما فيك يكون واحد ما بيفهم بالميكانيك يجي يشتغل فيها. بيقولوا كلهم إنه نحن بنعرف نشتغل هاي سيارة صغيرة، هي صغيرة مزبوط بس فيها شغل مثل الكبيرة، فيها أعطال بسرعة أعطال الكبيرة، الموتور أربع ساعات بيضاين بدك تغير له بيستون. هلا بالسباق نحن أكيد منروح على السباق حاضرين، معنا دوليب سبير، معنا موتور سبير، كارباتور سبير، ونأخذ الشاريو معنا ونحط كل أغراضنا هون وبروح.